بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم بعنوان الوايت ماتر أو ذا سيريبرال هيمسفير. في المحاضرة السابقة شرحنا الكونتنت أوف ذا سيريبرال هيمسفير، وذكرنا أنه الوايت ماتر هي عبارة عن نيرف فايبرز إمبيدد إن الجلية، وذكرنا أنه الوايت ماتر تحويلنا على البيزل جانجليا وعلى اللاترال فنتركل. اليوم حنشرح الوايت ماتر which composed of myelinated nerve fibers supported by nuclei مثل ما نعرف، وحنقسمها إلى 3 division: commissures fibers, association fibers and projection fibers. الcommissures fibers نقصد بها الفايبرز which connect corresponding regions of the two hemispheres، يعني الفايبرز اللي تنقل من one hemisphere إلى الأذر hemisphere و connect the corresponding regions in the two hemispheres. وأبرز هذه الكوميشر فايبر هو الكوربس كالوزم، عندنا الانتيرو كوميشر، بوستيرو كوميشر، الفورنكس والهابينير كوميشر. الكوربس كالوزم يعتبر largest commissural fiber of the brain connect the two hemispheres. طبعا الكوربس كالوزم هنقسمه الى اقسام، عندنا الروسترم، الجينو، البودي and the سبلينيوم. This is the corpus callosum. هذا هو الكوربس كالوزم، C shape fibers متكون من الروسترم، هذا الجزء الغفيع والروسترم of the corpus callosum. بعدين يجينا this is the genu of the corpus callosum والbody which extended posteriorly خلال الفرونتال and the parietal loop and the last portion اللي هو السبلينيوم، هذا الجزء النهائي أو posterior part of the corpus callosum حنسمينه السبلينيوم. إذا عندنا rostrum الجزء الغفيع، وعندنا genu هذا الجزء المنحني، بعدين يجينا البودي، والنهاية حنسميها سبلينيوم of the corpus callosum. الفايبرز of the genu of the corpus callosum curved forward، طبعا هاي الفايبرات حتمتد anteriorly إلى الفرونتال لوب وتعمل لنا بندل of nerve fiber نسميها الفورسيبس ماينر، بينما الفايبرات اللي تطلع من البودي extended laterally as radiation of the corpus callosum radiated in all direction من الجهتين فنسميها radiation of the corpus callosum، والفايبرز اللي extended from the splenium arch backward into the occipital loop وتعمل لنا الفورسيبس ميجر. لاحظوا هذه الصورة توضح لنا الكوربس كالوزم، هذا بالوسط this is the corpus callosum. زين الفايبرز اللي تمتد من الجينو extended anteriorly للفرونتال لوب هاي تعمل لنا بندل نسميها الفورسيبس ماينر، هاي البندل نسميها الفورسيبس ماينر اللي هي nerve fiber which extend from the genu of the corpus callosum into the frontal loop. بينما الفايبرز اللي extended from the body of the corpus callosum هذا هو البودي extended in both direction laterally هاي نسميها radiation of the corpus callosum. الفايبرز اللي تطلع من السبلينيوم و extended posteriorly إلى الأوكسيبيتال لوب هذه البندل نسميها الفورسيبس ميجر، هاي البندل نسميها فورسيبس ميجر. إذا الفايبرز of the corpus callosum راح تربط لنا الفرونتال البارايتال والأوكسيبيتال لوب of both hemispheres. الانتيرا كوميشر وهذا تعرضنا له بالمحاضرات السابقة عبارة عن بندل of nerve fiber across the midline in the lamina terminalis to connect the two cerebral hemispheres. البوستيريا كوميشر البندل أيضا small bundle of nerve fibers يقع immediately above the opening of the cerebral aqueduct و connect the two hemispheres. لاحظوا this is the anterior كوميشر، قلنا الانتيرير كوميشر lying anterior to the interventricular foramen وanterior to the column of the fornix
ويقع ضمن اللامينا ترمينالس. هذه الثن بندل نسميها اللامينا ترمينالس. طبعا اللامينا ترمينالس هي جراي ماتر، وهذا الانتيريا كوميشر يكون باللامينا ترمينالس وكونكت ذا تو هيمسفير. وبوستيريرلي عندنا انذر كوميشر سميناه بوستيرير كوميشر. البوستيرير كوميشر هذا لاينج ات ذا اوبننج اوف ذا سيريبراكتو اكويدكت، بالضبط فوق الفتحة مال سيربراكودكت اللي تربط الثيرد فنتريكل مع الفورد فنتريكل. هاي هي سيربرال اكويدكت اللي هي الكافيتي اوف ذا ميدبرين، والبوستيريا كموشة راح يكون فوق الفتحة او بداية السيربرال اكويدكت. عندنا الهابينور كموشة، وهذا ايضا ذكرناه من شرحنا الابيثالاموس، قلنا هو عبارة عن بندل اوف نيرف فايبر كونكت the two habenular nuclei اللي موجود بنفس المكان in both hemispheres. الفورنيكس عبارة عن myelinated nerve fiber. طبعا الفورنيكس مثل ما ذكرنا هيبدي من الهيبوكامبس، يعني من التيمبورال لوب، وهو يعتبر الافرنت سيستم of the hippocampus، وينتهي بالماميلاري بوديز اللي بالهايبوثالامس. يعني يبدي من التيمبورال لوب، من الهيبوكامبس of the temporal loop، واكستندد arching anteriorly، وينتهي بالماميلاري بودي. فهو يعتبر الافرنت سيستم of the hippocampus. الفورنيكس هيبدي مثل ما ذكرنا عبارة عن الاكسون of the cell of the hippocampus. الاكسون ما نسميه الهليفيس، راح تعمل لنا طبقة white matter او طبقة بيضاء على الهيبوكامبس نسميه الهليفيس. هذه الهليفيس راح تنجمع تعمل لنا بندل نسميها الفيمبريا، الفيمبريا اللي تكون ميديال تو ذا هيبوكامبس. بعدين الفيمبريا تتثخن as its large arch over the thalamus، تعمل لنا البوستيريور كولوم. فالفيمبريا بعد ما تكونت صارت بندل، تتثخن تصير اثخن، تزيد الثيكنس ماله وتلوف حول فوق الثلمس، تعمل لنا posterior columns of the fornix. بعدين two columns of the fornix يجون قريبين من بعضهم البعض، يعملون the body of the fornix. وanteriorly يرجع البودي أيضا ينفتح إلى two columns نسميهم the anterior columns، وهي راح ينتهون بالmammillary body of the hypothalamus. لاحظوا هذا طبعا الهيبوكامبس، this is temporal loop، هذا هو الهيبوكامبس. زين مثل ما قلنا الهيبوكامبس والبس هيبوكامبس هذا موجود بالفلور of the inferior horn of the lateral ventricle. الاكسون مال الخلايا تنجمع تعمل لنا هذه البندل نسميها الفيمبريا، الفيمبريا. هذه الفيمبريا as it passed posteriorly thickened، يزيد الثيكنس مالتها، تعمل لنا posterior column of the fornix او يسموها posterior column او يسموها الكرورة of the fornix. بعدين التو كرورة يجون قريبين من بعضهم البعض، يعملون لنا البودي، this is the body of the fornix. بعدين البودي يفتح مرتلخ الى تو column نسميهم الانتيريور column. إذن الفورنيكس هو يبدي من الهيبوكامبس من التيمبورال لوب، وينتهي بالماميلاري بودي اللي هي جزء من الهايبوثالاموس. بدايته راح تكون مثل ما قلنا، أول شيء الأكسون مال الخلايا مال الهيبوكامبس تشكل لنا طبقة نسميها الألفيس. الألفيس بعدين تعمل بندل نسميها الفيمبريا، الفيمبريا سيبيا ثيكنينج، تعمل لنا البوستيريور كولومز. طبعا هاي مال التو هيمسفير فورن الكولوم اوف ايتش هيمسفير. بعدين التو كولوم يجون مع بعضهم يسمون يعملون البودي اوف ذا فورنكس، ذين ذا بودي كونفرج انتو تو انتيريور كولومز اللي تنتهي بالماميلاري بوديز. هذه توضح لنا بوستيريور كولوم، هذا واحد وهذا اثنين، هسه بوستيريور كولوم اوف ذا فورنكس. بعدين يلتقون يعملون البودي، بعدين البودي ينفتح ايضا الى two anterior columns مثل ما قلنا. هذه الصورة أيضا توضح لنا بداية الفورنكس اللي هي من الهيبوكامبس من التيمبورال لوب، بعدين يلوف يعمل arching
الـ posterior column بعد ما يتكون يلوف فوق الثلمس ويشكل لنا الـ body of the fornix. بعدين الـ body ينفتح إلى two anterior column، هذا واحد وهذا الثاني. These two columns ends in the mammillary body اللي هو مثل ما نعرف part of the hypothalamus. إذا هو حينقل لنا أو يربط لنا الهيبوكامبس اللي هو temporal loop مع الماميلاري بودي اللي هي جزء من الهايبوثالامس. هاي أيضا صورة توضيحية للفورنكس. This is the bis hippocampus، هذا هو الهيبوكامبس، هذه هي من هون تبدي عندنا الفيمبريا. الفيمبريا تتثخن تعمل لنا البوستيريور كولوم، هذا واحد وهذا الثاني، هذول يحلفون فوق الثلمس بعدين يلتقون يصيغ البودي. وهوني بهذا الالتقاء بالبودي ينتقل الفايبرات من between the two hemispheres. بعدين البودي ينفتح إلى two anterior columns مثل ما نلاحظ، وينتهي بالmammillary bodies اللي هي واقعة بالhypothalamus. هذه الصورة الثانية أيضا توضح لنا البودي of the fornix والanterior column واللي راح ينتهي مثل ما قلنا بالماميلاري بودي. هذه اللي ذكرناها اللي شرحناها اللي هي الكوربس كالوزم، انتيريا كوميشر، بوستيريا كوميشر، هابينيا كوميشر، اند ذا فورنكس، هذول سميناهم كوميشرال فايبر. وقلنا هي من الفايبرات اللي تربط لنا التو هيمسفير adjacent او ذا سيم ريجن ان ذا تو هيمسفير مع بعضهم البعض. الاسوسيشن فايبرز، هذه فايبرات تكون تربط اجزاء من الهيمسفير مع بعض البعض، يعني تكون within the hemisphere، بنفس الهيمسفير تربط جايروس مع جايروس او لوب مع لوب، هذه نسميها اسوسيشن فايبرز، تكون within the hemisphere، يعني ما تنقل من one hemisphere الى الاخر، تبقى within the hemisphere. Connect various cortical regions within the same hemisphere ونقسمها إلى short ولونج fibers. Short association fibers نقصد بها الفايبرز اللي تربط adjacent part أو adjacent gyri within the cerebral cortex. لاحظوا هذه الفايبرز هي نقصد بها هي short associations، تربط one gyrus مع adjacent gyrus، يعني تنقل من gyrus إلى الآخر، هذه نسميها short association fibers. long association fibers هاي تكون على شكل bundles وتنقل من loops إلى loop، فحنقسمها إلى bundles. حتى الأنسنيت فاسيكولاس، والأنسنيت فاسيكولاس عبارة عن bundle of nerve fiber راح تربط الفيرست موتور سبيتش اريا اللي موجوده بالفرونتال لوب وبالتحديد بالانفيريور فرونتال جايروس مع الكورتكس اوف ذا تيمبورال لوب. هذه نسميها الانسنت فاسيكولاس. هون عندنا هذا هون المكان هو الانفيريور فرونتال جايروس وبينو اريا نسميها الموتور سبيتش اريا واللي هي مسؤوله عن السبيتش عن الكلام. طبعا هاي موجودة وين؟ موجودة بالدومينات هيمسفير. احنا عندنا الواحد من الهيمسفير of the two cerebral hemisphere هو اللي يكون دومينات، هو اللي يكون المسيطر، وحوالي 75% السيطرة تكون للليفت للرايت العفو للليفت هيمسفير. 75% من الهيومن بوديز الدومينت هيمسفير عندهم هو الليفت هيمسفير، فهذه الموتور سبيتش راح تكون بالليفت هيمسفير اذا كان هو طبعا الدومينت هيمسفير. ومن هاي الموتور سبيتش اريا اللي هي مسيطره على الكلام ومسيطره على المسلز ريسبونس فور ذا سبيتش اذا تنقل مندل من نير فايبر الى التيمبورال لوب، هذه نسميها أنسنت فاسيكولاس اللي هي مثل ما ذكرنا وحدة من اللونج أسوسيشن فايبر، يعني حتنقل الفايبرز من الفرونتال لوب إلى التيمبورال لوب،
هاي نسميها انسنت فاسيكولاس. الاذر بندل هي السنجولم فاسيكولاس، والسنجولم من اسمها حتكون ضمن السنجوليت جايروس كونكت ذا فرونتال اند بارايتال لوبس وذ ذا بارا هيبوكامبال كورتكس. احنا ذكرنا انه عندنا الكوربس كالوزم حول وحجينا كالوزل سلكس، بعدين يجينا سينجوليت جايرس. هذه السينجوليت جايرس داخل اكو بندل اوف نيرف فايبر نسميها سينجولم فاسيكولس. هاي راح تمتد من الفرونتال والبارايتال وتنزل الى التيمبورال لوب وبالتحديد الى البارا هيبوكامبال كورتكس. يعني راح تربط الفرونتال لوب والبارايتال لوب مع التيمبورال لوب. هذه نسميها سينجولم فاسيكولس، تمتد من الفرونتال والبارايتال وتنزل الى التيمبورال لوب الى البارا هيبوكامبال كورتكس، فتربط الفرونتال والبارايتال مع البارا هيبوكامبال كورتكس. هاي نسميها سينجولم فاسيكولس وتكون ضمن السينجوليت جايروس. عندنا superior and inferior longitudinal fasciculus. The superior fasciculus high extend from the frontal pole to the temporal pole. The inferior bundle extended from the occipital loop to the temporal loop. لاحظوا this is the superior longitudinal fasciculus extended from the frontal pole هذا الفرونتال بول إلى التيمبورال بول. هاي نسميها superior longitudinal fasciculus extended from the frontal pole إذا temporal pole، إذا راح تربط الفرونتال لوب مع التيمبورال لوب. وعندنا أيضا هاي superior، طبعا هاي تمتد من مثل ما قلنا frontal وتنزل إلى temporal pole. وعندنا inferior fasciculus اللي ترتبط extended from the occipital to the temporal، من الأوكسيبيتال لوب إلى التيمبورال لوب. عندنا نظر بندل of long association fiber نسميها front occipital fasciculus، وهي من اسمها connect the frontal and occipital loops وrelated to the lateral border of the caudate nucleus، يعني تكون lateral to the caudate nucleus. هذه البندل هذه نسميها fronto occipital and high extended from the frontal loop to the occipital loop. Fronto occipital fasciculus extended from the frontal loop to the occipital loop وتقع lateral to the caudate nucleus. النوع الثالث من النيرف فايبرز اللي موجودة within the white matter of the cerebral hemisphere نسميهم البروجكشن فايبرز. البروجكشن فايبرز نقصد بها كل الفايبرز اللي هي افيرنت اند افيرنت فايبرز اللي باسنج تو اند فروم ذا برين ستيم. اللي برين ستيم مثل ما قلنا عوف هو الميد برين بونس اند ميدل بلانجاتا تو ذا سيريبرال كورتكس، يعني كل النيرف ترانكس اللي تصعد الى السيريبرال كورتكس او تنزل من السيريبرال كورتكس الى البرين ستيم وبعدين تنزل الى spinal cord، هذه نسميها البروجكشن فايبرز، يعني تطلع من السيريبرال هيمسفير الى الاذر بارت اوف ذا برين، فتنزل الى البرين ستيم، تنزل الى السبينال كورد. هذه البندلز اللي تنزل او تصعد الى السيريبرال كورتكس نسميها البروجكشن فايبرز. طبعا هاي من تصعد وتنزل هاي البندلز حتتحرك ما بين النيوكليال ماسز اوف جراي ماتر اللي موجودة within the cerebral hemisphere اللي هي مثل ما ذكرنا ال part of the basal ganglia ال corpus striatum بالاخص ال corpus striatum طبعا وال gastrum وال corpus striatum اللي حتكون من مثل ما ذكرنا ال caudate وال lentiform nucleus. بعد من تعبوا هاي ال bundles of nerve fiber فوق ال brain stem راح تعمل compact band، هاي نسميها الانترنال كبسول. اذا الانترنال كبسول راح تحوينا كل التراكتس اللي تصعد وتنزل من السيريبرال كورتكس. فالانترنال كبسول يكون thick و compact band of nerve fibers
وباوندد ميديالي باي ذا كاوديت نيوكليوس والثلمس ولاترالي باي ذا لنتيفورم نيوكليوس. يعني يقع ما بين الكاوديت, this is the كاوديت and this is the thalamus, هذا هو الانترنال كبسول, يقع ما بين الكاوديت والثلمس وما بين اللنتيفورم نيوكليوس. This is the lentiform nucleus اللي يمتد بيناتهم هو الانترنال كبسول. هذه الوايت ماتر هي الانترنال كبسول. وبما انه اللنتيفورم نيوكليوس مثل ما نلاحظ تكون ويدج شيب مثل ما ذكرنا, فحيتقسم لنا الانترنال كبسول الى تو لب, تو لمبس, هذا الانتيريال لمب, بعدنا البوستيريال لمب, واللي يربط بيناتهم هو الجينو. اذا this is the anterior lip of the internal capsule, هذه هي الجينو of the internal capsule, وهذا هو البوستيريال لمب of the internal capsule. الانتيريال لمب مثل ما لاحظ يفصل ما بين الكاوديت, this is the caudate and the lentiform nucleus, والبوستيريال لمب يفصل ما بين الثلمس and the lentiform nucleus. البوستيريال فايبر اللي extended from the posterior limb of the internal capsule هتعمل لنا الاوبتيك راديشن, والاوبتيك راديشن هي اللي continue to the primary visual area along the calcarine sulcus. مثل ما ذكرتو because of the wedge shape of the lentiform nucleus, شكله wedge shape يكون مثلث تقريبا. فالانترنال كبسول راح ينقسم الى anterior and posterior limbs, والجزء اللي يربط بيناتهم نسمينه الجينو. الانتيريال limb lies between the caudate and the lentiform, while the posterior limb lies between the thalamus and the lentiform. النيرف فايبر بعد ما يعبر من بين هاي النوكليير ماسز, ما بين يعبر من بين هاي النوكليوس, راح يعمل راديشن. يعني الفايبر صح سيبيا راديشن ان اول دايركشن, وهاي نسميها الكورونا راديتا حتى تنقل الى السيريبرال كورتكس بكل الاتجاهات. النيرف فايبرز ان ذا بوستيريال بارت اوف ذا بوستيريال لم اوف ذا انترنال كبسول مثل ما ذكرتوا راديت توورز ذا كالكارين سالكس, وهذا نسميه الاوبتيك راديشن, واللي تروح الى مثل ما قلنا البرايمري فيجوال اريا اراوند ذا كالكارين سالكس. هذا هو طبعا هذا الكوربس كالوزم, هذا هو الانترنال كبسول. زين الانتيريال كبسول طبعا هذا الانتيريال لم, هذا البوستيريال لم. من يطلعون يعبرون من اللنتيفورم ما بين اللنتيفورم والكاوديد, يعبرون من بيناتهم بعدين يسيبين راديشن. الفايبرات احسيب هي راديشن ان اول دايركشن حتى تصل الى النيرف سيل اللي موجوده بالسيريبرال كورتكس, هاي نسميها كورونا راديتا. اذا الكورونا راديتا عباره عن راديشن اوف ذا نيرف فايبرز وذين ذا انترنال كبسول after it pass outside او خارج النيوكليير ماس او النيوكليوس اللي موجودي within the white matter of the cerebral hemisphere. تبدي النيرف فايبرز تشع بكل الاتجاهات فتسميها كورونا راديتا. هذه الصورة ايضا توضح لنا, هذه اللنتيفورم نيوكليوس, وبعد ما تعبر من اللنتيفورم نيوكليوس الفايبرز سيبيا راديشن نسميها الكورونا راديتا. هذه ايضا هوني اللنتيفورم, وهذه هي الكورونا راديتا اللي هي النيرف فايبر اوف ذا انترنال كبسول. البوستيريال فايبر اللي تروح الى الفيجوال اريا اراوند ذا كالكارين سالكس هاي نسميها الاوبتيك راديشن, اللي هي البوستيريال فايبر اللي extended from the posterior limb of the internal capsule. عندنا septum pellucidum, وهاي ذكرناها من شرحنا على lateral ventricle. septum pellucidum هي عبارة عن thin vertical sheath of nervous tissue consist of white and gray matter وcovered on either side by the ependymoma. يعني الependymoma حد تغطيها من الجهتين, من داخل اللاترال فينتركل ومن الخارج, لأنها حتكون in relation to the
third ventricle. It's a double membrane anteriorly to occupied the interval between the body and the rostrum of the corpus callosum. هذا طبعا الكوربس كالوزم مثل ما نعرف، وهذه الشيث هاي الممبرين، هذا الغشاء سمينه سيبتم بلوسيدم، عبارة عن gray and white matter، وتكون مبطنة من الداخل بالإبندايما، وأيضا من هون من الخارج تكون مغطاة بالإبندايما السيل، وتسد لنا الفراغ هذا الموجود ما بين الروسترم وما بين البادي of the corpus callosum. سد هذا الفراغ فتعمل لنا مثل ما ذكرنا ال medial wall of the anterior horn وال body أيضا of the lateral ventricle. نجي على شغلة اسمها functional localization area of the cerebral cortex، يعني ال main area اللي موجودة بال cerebral cortex واللي تكون تسيطر على ال السنسوري أو موتور فانكشن اوف ذا بودي. فعندنا بالنسبة للفرونتال لوب عندنا برايمري موتور اريا ونسميها برودمان اريا نمبر 4. طبعا كل اريا بالسيربر كورتكس لها نمبر، لها رقم، فمقسمة إلى أرقام. احنا راح ناخذ المين اريا، فبالنسبة للفرونتال لوب عندنا برايمري موتور اريا اللي هي برودمان اريا نمبر 4، وهاي الاريا مواقعة ويصب بالبري سنترال جايروس. احنا قلنا البري سنترال جايروس يحويلنا على الموتور اريا اللي انيشيت ذا موفمنت اوف ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. فهاي المنطقه نسميها برودمان اريا نمبر 4، واقعه مثل ما قلنا بالبري سنترال جايروس. حتى نظر اريا بالفرونت اللي بنسميها بري موتور اريا او يسموها سكندري موتور اريا اللي هي برودمان اريا نمبر 6، هاي تقع anterior to the primary motor area. وعندنا ايضا motor speech area اللي هي نسميها motor speech area of Broca اللي هي area 44-45، وهاي قلنا الاريا اللي مسؤولة عن السبيتش وتقع بالinferior frontal gyrus ما بين الanterior limb والascending limb of the lateral sulcus. وهذه الاريا موجودة بالدومينانت هيمسفير، يعني إذا كان الدومينانت هيمسفير هو الليفت فموجودة بالليفت هيمسفير، وإذا صاعدنا injury to the left هيمسفير أو دومينانت هيمسفير فحيساعدنا inability to speech، راح المريض ما يقدر يتكلم إذا صاعدنا injury to this area in the dominant hemisphere. لاحظوا this is the سنترال سلكس اللي قلنا يفصل لنا الفرونتال لوب قدامه عن البارايتال لوب اللي يكون بوستيريور للسنترال سلكس. هاي الاريا اللي هو البري سنترال جايروس هي البرايمري موتور اريا اللي هي اريا نمبر 4 مثل ما ذكرنا. برايمري موتور اريا اللي انيشيت ذا موفمنت اوف ذا سكيليتال مسل اوف ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. وترتيب الجسم راح يكون هون upside down قدامها البري موتور اريا مثل ما ذكرنا اللي هي السكندري موتور اريا تكون anterior to the primary motor area. وللموتور speech area of Broca اللي هي area 44-45 هذه اللي تقع ما بين ال anterior limb وال ascending limb of the lateral sulcus. هذا هو lateral sulcus، قلنا بينو anterior limb بينو ascending limb والcontinuation ماله نسمينه posterior limb. فالmotor speech area 44-45 تقع ما بين anterior limb والascending limb of the lateral sulcus، وبالتحديد راح تكون موقعة بالinferior، هاي المكان هي inferior frontal gyrus مثل ما قلنا تكون بالدومينانت هيمسفير. بالنسبة للبرايتال لوب، هذا البرايتال لوب راح يكون عندنا المين سنسوري اريا او البرايمري سنسوري اريا اللي موجودة بالبوست سنترال جايروس. هذا البوست سنترال جايروس قلنا يحويلنا على البرايمري سنسوري اريا اللي تستقبل السنسيشن فروم ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي.
فهذه المنطقة نسميها primary sensory area اللي هي بالبوست سنترال جيروس بالبرايتال لوب. واللي بعدها طبعا هاي الاريا رقمها 312 وتجينا السكوندري سنسوري اريا اللي واقع ايضا بالبرايتال لوب posterior to the primary sensory area. طبعا اذا نلاحظ انه الموتور اريا توزيع المناطق مال الجسم على الموتور اريا اللي موجودي بالبري سنترال جيروس تكون ابسايد داون، يعني من الامام اول شيء حيكون عندنا اللارينكس، عضلات اللارينكس، الفارينكس، التونغ، يجينا بعدين الفيس، النيك، الثم، الهان والارم والترنك، بعدين الليك والفوت حيكونوا وين؟ حيمتدون بالبارا سنترال لوبيول. احنا ذكرنا انه السنترال سالكس indent the medial surface of the hemisphere لمسافة حوالي 1 سنتيمتر. فالبري سنترال جيروس والبوست سنترال جيروس راح يستمرون إلى مسافة داخل الميديال سيرفيس اوف ذا هيمسفير وسميناها هاي البارا سنترال لوبيول. فالبري سنترال جيروس والبوست سنترال جيروس يستمرون بالبارا سنترال لوبيول، وهذه المنطقة اللي هي البارا سنترال لوبيول تكون مسيطرة على اللور لم على الليك والفوت، تكون منطقة السيطرة على العضلات بالبارا سنترال لوبيول. بالبرايتال لوب مثل ما ذكرنا عندنا البرايمري سنسوري اريا اللي هي برودمان اريا 312 واوكوباي ذا بوست سنترال جيروس اوف ذا لاترال هيمسفير طبعا، وتكون بوستيرير بارت مالي يمتد الى البارا سنترال لوبيول مثل ما قلنا اون ذا ميديال سيرفيس اوف ذا هيمسفير. السكوندري سنسوري اريا تكون بالسوبيريال ليب اوف ذا بوستيرير ليبس اوف ذا لاترال سالكس، ايضا تكون يعني بالبرايتال لوب بوستيرير تو ذا برايمري سنسوري اريا. لاحظوا هذا اللاترال سيرفيس اوف ذا هيمسفير، هذا هو السنترال مثل ما نعرف، ذس از سنترال سالكس، هذا البري سنترال جيروس، ذس ذا برايمري موتور اريا نمبر 4. بعدين تجينا قدامه السكوندري موتور اريا او البري موتور اريا اللي هي نمبر 6، وعندنا الموتور سبيتش اريا اللي تكون ما بين الانتيريور والاسندنج لم اريا 44 45، هاي بالفرونتال لوب. بالبرايتال لوب حيكون عندنا برايمري سنسوري اريا اللي هي اريا 312، ويجينا بعدين وراها السكوندري سنسوري اريا اللي تكون تقريبا حول نهاية البوستيريال لم اوف ذا لاترال سالكس. ولاحظوا انه البري سنترال جيروس والبوست سنترال جيروس راح يمتدون الى الميديال سيرفيس، هذا الميديال سيرفيس اوف ذا هيمسفير، وهذا هاي المسميها البارا سنترال لوبيول، هاي المكان اللي حول نهاية السنترال سالكس on the medial surface of the hemisphere سميها بارا سنترال لوبيول، ويمتد البوست والبري سنترال جيروس يمتدون إلى الميديال سيرفيس حول السنترال سالكس بهاي المكان. بالنسبة للأوكسيبيتال لوب عندنا البرايمري فيجوال اريا اللي هي السيطر على الفيجن، وهي نسميها برودمان اريا 17، وتكون حول الكالكاري سالكس على الوول اوف ذا كالكاري سالكس، وحوله يعني مور لاترال لها تجينا السكوندري فيجوال اريا اللي هي برودمان اريا 18 19، سراوندز ذا برايمري فيجوال اريا اون ذا ميديال اند لاترال سيرفيس اوف ذا هيمسفير. الفانكشن اوف ذيس اريا از تو ريليت، يعني الفيجوال اريا هي اللي تخلينا يعني نغشع الاشياء من حولنا. السكوندري فيجوال اريا شنو الفانكشن ماله؟ انه ريسيف ريليت ذا فيجوال انفورميشن ريسيفد باي ذا برايمري فيجوال اريا تو باست فيجوال اكسبيرينس، يعني احنا شغلات نغشعناها من قبل من زمان مثلا، من نجي نغشعها مرت الاخ السكوندري فيجوال اريا هي اللي حتنطينا او تذكرنا بهاي الشغله اللي غشناها من زمان مثلا، شخص صارنا سنين ما غشناه بقت الصوره عندنا مخزوني بالسكوندري فيجوال اريا، من راح نجي مرتخ نغشعه راح نتذكر
صورته. فهذه الفانكشن هي مال السكندري فيجوال اريا اللي ريسيف بالانفورميشن من البرايمري فيجوال اريا وتربطها مع الباست فيجوال اكسبيرينس thus enabling the individual to recognize what he's saying. خلينا نميز او نعرف اشنو الشيء هذا عن نوشعه. طبعا هذا الاوكسيبيتال لوب. البرايمري فيجوال اريا اللي هي اريا 17 راح تكون مثل ما قلنا على الوول حول الكالكاري سالكس، وطبعا تجي بعدها السكندري فيجوال اريا اللي هي اريا 18-19 هتكون خلف البرايمري فيجوال اريا. التيمبورال لوب راح نميز بينه البرايمري اوديتوري اريا اللي هي برودمان اريا 41-42 وهي موجودة بالانفيريال وول اوف ذا لاترال سالكس يعني بالسوبيريور تيمبورال جايروس، وبعدها تجينا خلفها تجينا السكندري اوديتوري اريا اللي هي برودمان اريا 22 اللي هي موجودة باللاترال سالكس ايضا بالسوبيريور تيمبورال جايروس تقريبا تحت البرايمري اوديتوري اريا. طبعا البرايمري اوديتوري اريا اللي هي من خلاله تعطينا الاعازات انه نميز الاصوات، بينما السكندري اوديتوري اريا اشنو شغله؟ انه نربط الاصوات اللي اغشعناها مع الباست يعني نعرف نميز هذا الصوت اشنو. عندنا نظر اريا بالتيمبورال لوب هي السنسوري سبيتش اريا اوف ورنيك، وهذه موجوده بس بالدوميننت هيمسفير اللي هو الليفت، طبعا بمعظم الاحيان هو الليفت يكون، وموجودة بالسوبيريور تيمبورال جايروس. هذه اشني الفانكشن ماله؟ It permits the understanding of the written and spoken language and enable the person to read a sentence, understand it and say it. يعني تخلي الشخص او تخلينا نفهم ال written and spoken language، الشيء الكلام اللي عم نسمعه أو الكلام أو الكتابي المكتوب على ورقة أو على أي شيء تخلينا نفتهم هاي اللغة، وبنفس الوقت أنه البرسن أو الشخص ممكن أنه يكتب هاي سنتنز ويفهمها ويرجع يقولها. فهي ربط ما بين السنسوري أريا وما بين الإديتوري أريا. هذه الأريا هي ال sensory area of speech اللي هي area of Wernicke موجودة بالtemporal loop بالsuperior temporal gyrus مثل ما قلنا، وترتبط مع الauditory area وترتبط مع speech area area 44-45 ولها ارتباطات أيضا مع visual area فتساعد في قراءة وفهم ما نسمعه وما نوشعه بعيننا و نقدر نفهمه ونرجع نعيده. طبعا البرايمري اوديتوري اريا اللي هي هاي مثل ما نعرف مثل ما قلنا اللي هي اريا 21-22 هذه برايمري اوديتوري اريا 41-42 وهاي هي السكندري اوديتوري اريا اللي هي اريا 21-22 هذول موجودين اثنين بالسوبيريور تيمبورال جايروس. مثل ما قلنا area of Wernicke حتكون بهاي المكان تقريبا تمتد إلى نهاية posterior limb of the lateral sulcus وترتبط مع auditory area وترتبط مع motor speech area وأيضا مع visual area. شكرا جزيلا.